هلال سعيد لاعب فريق العين. هلال مبروك، أتصور بداية جميلة لهذا الموسم، لقب مهم بالنسبة للعين، بالنسبة للاعبين، ورسالة شديدة اللهجة لكل الأندية. أول شيء الحمد لله مبروكين لنا وهات لك النصر. بالعكس اليوم يمكن الرطوبة ما ساعدتنا نقدم كل ما عندنا، بس يمكن شاط الله، يمكن بداية المباراة كنا زينين، سجلنا جول، يمكن رجعنا شوي، بس الحمد لله. أهم شيء إن هالشيء، إن هاي هالبطولة تعطينا دفع معنوي، تعطينا ثقة في لعيبة، يمكن بداية يمكن ردي من إصابة في لعيبة، يمكن هذا مجازي، تعطينا ثقة حق الدوري، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. وأشكر الجماهير اللي حضرت وهدينا مع الفوز. شكرا لك. إذا هذه كانت لقاءاتي من أرضية الملعب، سيبدأ التتويج في هذه الأثناء. حمد ومن محمد الجاسم إلى الزميل فارس عوض مرة أخرى للتعليق على مجريات تتويج أو مراسم تتويج فريق العين بسوبر الخليج العربي. تفضل يا فارس. إذن نعود مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع مراسم التتويج لنهائي هذا السوبر. هنا نشاهد بالتأكيد سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد، أيضا رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم لنادي العين. نشاهد سعادة يوسف سركان رئيس اتحاد كرة القدم، ونشاهد أيضا قصورة السيد سيد العريفي المدير التنفيذي لرابطة لجنة دوري المحترفين، وطاقم تحكيم المباراة الذي يلتقط صورة تذكارية، واللي كان أداهم في هذه المباراة رائع جدا بالتأكيد، ولم نشاهد أي أخطاء تؤثر على سير هذه المباراة. والآن الصورة التذكارية والتوقيع أيضا على كرة المباراة، حكم المباراة محمد عبد الله حسن، وبقية أسماء أيضا طاقم تحكيم هذه المباراة. الآن فريق النصر الذي كان الطرف الآخر في السوبر والذي خسر هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين يتلقون الميدالية الفضية. نشاهد عمر مبارك هارد لك من الأعماق لكل لاعبي النصر، وبالتأكيد نشاهد أيضا يتسلمون الميداليات الفضية من سمو الشيخ عبد الله محمد بن خالد ومن سعادة يوسف سركان رئيس اتحاد كرة القدم، خيمينيز وبقية الأسماء. كان غائبا، خسر نهائي كأس الرئيس أمام النصر، واليوم خسر السوبر مع النصر، وعصام ضاحي، بقية أسماء لاعبي فريق النصر، جمال معروف اللي كان واحد من أفضل اللاعبين قبل خروجه بالتأكيد في مباراة اليوم بالنسبة لفريق النصر، بقية الأسماء راشد عمر اللي سجل هدف ثاني، رينان غارسيا، نيلمار كان مختفيا في ظهوره الأول الرسمي مع فريق النصر، بقية الأسماء الميداليات الفضية، تنظيم من رابطة المحترفين كان رائعا بالتأكيد كالعادة في أغلب البطولات التي نشاهدها على مستوى التنظيم، على مستوى أيضا مراسم التتويج المختلفة لمختلف المسابقات اللي نشاهدها تحت أيضا رابطة. هنا الابتسامة أيضا من سعادة يوسف السركال مع الطفل الصغير في لقطة الماضية. وهنا نشاهد الجهاز الفني والإداري بالنسبة للفريق، كل الشكر لرابطة المحترفين، نتمنى لهم التوفيق في هذا الموسم في تنظيم كل المسابقات ونجاح هذا الموسم الكروي، والتنسيق بشكل كامل بالتأكيد مع اتحاد كرة القدم ومع منتخب الإمارات ومشاركاته واستحقاقاته في هذا الموسم. كل التوفيق لمنتخبنا وممثلي أنديتنا في دوري أبطال آسيا وفي المشاركات الخليجية وكل المشاركات الخارجية. نتمنى بأن يكون موسما مختلفا، مثيرا، ممتعا، ناجحا إعلاميا، فنيا، جماهيريا، من كل النواحي. يوفانوفيتش بروح رياضية جميلة جدا من سمو الشيخ عبد الله محمد بن خالد أيضا يواسي بالتأكيد على خسارته لهذا اللقب، المدرب الذي لم ينجح في معادلة لابولا بعدد الألقاب التي حصل معها لابولا مع فريق النصر. والآن نستمع إلى المذيع الداخلي الذي يستعد لأن يطلب من فريق العين من سوبر الإمارات الوصول إلى المنصة التي اعتاد الوصول إليها بشعار لا نهاية للألقاب ولا نهاية للنجاحات ولا للبطولات. يا كيه كسرت العقدة أخيرا في النهائي الخامس، يا كيه ولو كانت بعد خروجك، ولكن يحصل على الميدالية إسماعيل. العجب والابتسامة من سمو الشيخ عبد الله محمد الخالد
وأبهند لعنثيم والميدالية الذهبية لمحمد فوزي للأبطال للاعبين السوبر أمريكي، هدفين يكتبوا تاريخه مع العين ببداية السوبر بالتأكيد. سعيد كثير إلى مشارك في مباراة اليوم، لكن حتى احتياط العين يحصل على الذهب. بقية الأسماء التي لم تشارك في دكة البدلاء من اللاعبين: ريان باب الذي خرج في شوط المباراة الثاني يحصل على البطولة الأولى له والميدالية الذهبية في هذه اللحظات. نشاهد ليم يونغ. بقية الأسماء من جانب فريق العين، وسط تصفيق وتشجيع كبير جدا. محمد أحمد عموري صانع الألعاب لم يسجل في مباراة اليوم، لكنه سجل له بطولة أخرى بقميص البنفسج مع محمد فايز صاحب أهم الأهداف. الهدف الثاني راشد عيسى الذي شارك كبديل يحصل على الميدالية الذهبية. ولا نشاهد باستوس مع أبنائهم في أول بطولة للاعب البرازيلي باستوس في أول مباراة رسمية هنا، يحقق هذه البطولة أو البطولة أخرى بعد بطولة الوداد المغربي. لكن أتحدث عن البطولات المحلية. خالد عيسى واحد من نجوم المباراة في التصديات ليحصل على الميدالية الذهبية. بقية لاعبين دكة البدلاء الآن يحصلون على الميدالية الذهبية. زلاتكو ثالث بطولة بعد الكأس بعد الدوري، الآن سوبر، ويقترب من أن يصبح أيضا أكثر المدربين حصولا على الألقاب لو حصل على بطولات أخرى في هذا الموسم مع الجهاز الفني. بالنسبة لفريق العين، زلاتكو يصبح أيضا خامس مدرب يحصل على السوبر. هنا نشاهد الكابتن حماد بعد عدة مدربين سابقين مع العين: شاكر، ميتسو، شيفر، كوزمن. زلاتكو خامس مدرب يحصل على مع العين على اللقب الخامس. حصل العين على هذه البطولة بمختلف أشكالها، بالنقاط، بالمربع الذهبي، ببطولة السوبر، بالمسمى الحديث، بكل الأشكال، بمختلف الوضعيات. نجح فريق العين من الحصول على لقب بطولة السوبر متوجا جماهيرهم. حفل مبسط سريع جدا منظم لشاهدة سلس حتى الآن، وكل اللاعبين والجهاز الفني يحصلون على الميداليات الذهبية ويسعدون إلى المنصة لالتقاط صورة تذكارية، صورة البطولة، صورة اللقب، صورة السوبر، صورة انستغرامية. هنا نشاهد الكاس لسمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد سعادة يوسف السركال هلال السعيد لرفعي العين. بطولة السوبر، العين بطلا لكأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه عبر كرة الإمارات. العين سوبر الإمارات الأول والأخير، الزعيم سوبر الإمارات على مر التاريخ، على مر الأيام، على مر الألقاب والإنجازات والذكريات. هلال السعيد للمرة الخامسة وليست الأخيرة يرفع هذا الكأس مع بقية الأسماء، مع سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد، بالتقاط صورة للذكرى اعتادوا عليها، اعتادوا عليها. هذه الصورة التي تتكرر في كل عام، تتغير الكوس، تتغير المنصات، والعين ثابت دائما في هذه الأوقات. كل الكاميرات، كل الفلاشات باتجاه الزعيم دائما، والزعيم باتجاه الألقاب والإنجازات على الدوام. مبروك من الأعمار لكل من يقف خلف هذا الفريق، من يقف إلى جانب هذا الفريق، من يلعب مع هذا الفريق، من يشارك ويحتفل لهذا الفريق. ليلة للذكرى، ليلة للفرح، ليلة للسعادة، ليلة للذهب، ليلة للعرس، ليلة للبطولة، ليلة للاحتفال، ليلة للمسيرة، ليلة يفتتحون بها موسما يريدون بأن يكون مختلفا عن كل المواسم. ليلة من ألف ليلة وليلة من ليالي الزعيم الكبيرة. مبروك لا تنتهي. شكرا للفريقين على هذا الأداء، شكرا للفريقين على هذه البداية السوبر لكرة الإمارات. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، اللقطات ستبدأ من الآن ولن تنتهي. أنا من سينتهي حديثي معكم على هذه اللقطات، على هذه الاحتفالات، على هذه الفرحة بين اللاعبين وجماهيرهم المستمرة بشكل دائم، على أمل بأن نلتقي في لقاءات أخرى، بطولات أخرى، إنجازات أخرى، منصات أخرى، تتويجات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، محبكم محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل لزميل حامد حارثي والزملائي في الاستوديو التحليلي. تفضلوا لكم الكلمة.
الذي يظهر عليها. مصرين والله ترانا مصرين، مصرين على البطولة مصرين. نادي العين قد التحدي، نادي العين، نادي العين لأنه رجولة نادي.